السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم. ميعادنا النهاردة هو الموعد الأسبوعي لحصة الأونلاين بتاعتنا. النهاردة إن شاء الله مع بعض كده هنحل تدريبات على المعرب والمبني من الأسماء، والمعرب والمبني من الأفعال، من تدريبات الجوكليكس. أتمنى إن حضراتكم تركزوا بالله عليكم، الموضوع بسيط وسهل وعايز تركيز علشان خاطر حضرتك يبقى الموضوع معاك بسيط. أول حاجة عند حضرتك بيقول لي استخرج الأسماء المبنية فيما يأتي مبينا نوعها. أول سؤال، من ذاكر الدرس اليوم؟ هنا من دي هي الاسم المبني ونوعه اسم استفهام. رقم ب، من يذاكر فالنجاح حليف. يا ترى من هنا هتكون برضو اسم استفهام؟ طبعا أنا عندي من يا إما بتكون اسم استفهام يا اسم شرط يا اسم موصوف. هنا انهي نوع؟ هنا من يذاكر فالنجاح حليفه، يبقى هنا دي ايه؟ اسم موصول ولا اسم استفهام ولا اسم شرط؟ طبعا هنا اسم شرط، تربط ما بين جملتين ما بينهم علاقه السبب والنتيجه. وها الغيبه في كلمه حليفه وضمير. طيب رقم ج، عليك ان تكرم من حضر. عليك ك اهي ك في الخطاب، ده ضمير اسم مبني. أن تكرم من حضر، من هنا بمعنى الذي، إذا من هنا اسم موصول. رقم د، إذا ساد النظام انتظم المرور. إذا هنا اسم شرط، اسم شرط مبني. تمام، مهما تقرأ يزدك علما ومكانا. مهما اسم شرط مبني، يزدك الكاف كاف الخطاب ضمير مبني. يبقى احنا لغايه دلوقتي اللي احنا نعرفه ان المبني من الاسماء، يا حضرات المبني من الاسماء، اسماء الاشاره بعد هذان وهاتان، اسماء الموصول بعد اللذان واللتان، كل الضمائر عند حضرتك، اسماء الشرط بعد اي، اسماء الاستفهام بعد اي، اسماء الشرط بعد اي، تمام، وبعض الظروف زي حيث وامسي ومنذ والآن ومذ وإذا وإذ. تمام كده؟ طيب، ما تقدمه للمجتمع يرد إليك، ما اسم موصول ولا اسم شرط ولا نافية ولا اسم استفهام؟ أنواعها ياما. ما دي هنا إيه؟ هنا اسم شرط. ما تقدمه، الهاء هنا ضمير مبني، يرد إليك الكاف كاف الخطاب ضمير. رقم زي، ما اسمه؟ ما هنا اسم استفهام مبني وكاف الخطاب ضمير مبني. اللي بعد كده، اترك ما بيدك. اترك الكاف هنا يا اخوانا مش ضمير، الكاف دي من كلمه او من حروف الكلمه، الفعل ترك، فما حدش ينخدع فيها. ما اسم موصول مبني، بيدك الكاف ضمير مبني. الجملة اللي بعد كده، يذاكر التلميذ حيث يوجد الهدوء. حيث ظرف زمان مبني على الضمة اهو، تمام كده؟ هنا ظرف مكان، آسف. بعد كده، هذان هما الطالبان اللذان فازا بالجائزة. هذان ده اوعى تتخدع فيه لأن ده اسم إشارة بس معرب. هما ضمير منفصل مبني. اللذان اوعى تنخدع فيه لأن ده اسم موصول معرب. فازا ألف الاثنين ضمير مبني. السؤال اللي بعد كده بيقول لي حدد الاسماء المبنيه والمعربه فيما يأتي. كلمه شارع ما هياش من الست اسماء المبنيه، فيبقى ده اسم معرب. امس ده ظرف مبني. المشكله معرب. هاتان اسم اشاره بس معرب. حيث ظرف مبني. نظيف معرب. هذا اسم اشاره مبني. منذ ظرف مبني. المدينة اسم معرب. أنت ضمير مبني. مدرسة اسم معرب. هؤلاء اسم إشارة مبني. انتصار اسم معرب. هو ضمير مبني. مهندسون اسم معرب. اللذان اسم موصول بس معرب. أي لو كانت بمعنى اسم استفهام أو اسم شرط هتبقى معرب ولا مبني؟ لا معرب طبعا، ده المستثنى الوحيد فيهم اللي بيبقى، او المستثنى منهم الوحيد اللي بيكون معرب. طيب السؤال اللي بعد كده،
أكدت الوثيقة الختامية أن حقوق الإنسان كل مترابط لا يمكن أن يتجزأ أو ينفصم، وأن حمايتها هي المهمة الأولى والمقدسة للمجتمع الدولي بأكمله. وقد مالت إلى تأكيد حقوق الإنسان في كل المجتمعات، وقد أبرزت الوثيقة العلاقة القوية بين الديمقراطية والتنمية. أعرف ما تحته خط. كلمة الوثيقة إعرابها إيه؟ بص يا حضرات، نصيحة، خليك دايما عارف إن علشان تعرف تتعامل مع قطعة نحو، حضرتك بتبقى أسهل ما يكون في التعامل مع الجمل الصغيرة، وبتعرف تحل فيها كويس جدا. طيب لما تجيلك بقى قطعة كبيرة عشان تعرف تبقى شاطر وتعرف تتعامل فيها، بكل بساطة قطع القطعة الكبيرة لجمل صغيرة. قطع القطعة الكبيرة لجمل صغيرة. طبعا كلمة جملة أصلا معناها هي مجموعة كلمات جنب بعضيها ليها معنى، بتدي معنى مفيد. فأنت دلوقتي لما تقول أكدت الوثيقة الختامية، أدي كده جملة، أن حقوق الإنسان كل مترابط، أدي جملة كمان، لا يمكن أن يتجدأ، أدي جملة، أو ينفصم، دي جملة، وأن حمايتها هي المهمة الأولى والمقدسة للمجتمع الدولي بأكمله، أدي جملة، وقد مالت إلى تأكيد حقوق الإنسان في كل المجتمعات، أدي جملة، وقد أبرزت الوثيقة العلاقة القوية بين الديمقراطية والتنمية، أدي جملة. طب عايز إعراب كلمة الوثيقة، أنا عندي أكدت الوثيقة الختامية، دي جملة، جملة نوعها إيه؟ فعلية، بتتكون من فعل وفاعل وأحيانا مفعول به. فين الفعل؟ أكد، مين اللي أكد؟ الوثيقة. تبقى الوثيقة إعرابها إيه؟ فاعل مرفوع علامة رفعه الضمير. طيب، أن حقوق الإنسان كل مترابط، دي جملة إيه؟ عايز إعراب كلمة الإنسان. طب أنا عندي الجملة دي نوعها إيه؟ اسمية ولا فعلية؟ استنى، دي بادئة بأن، بس يا ترى دي أن اللي بتنصب الفعل المضارع ولا أن الناسخ، ولا أن اللي هو الحرف الناسخ؟ شوف الكلمة اللي وراها اللي بعد الأن دي، اسم ولا فعل؟ كلمة حقوق اسم، يبقى دي الحرف الناسخ، يبقى أن حقوق، حقوق اسم، أن منصوب علامة نصبه الفتحة، والإنسان اوعى تقول إن هي خبر، لأن الخبر هو الجزء المتمم لمعنى الجملة الإسمية. وانا لما قلت ان حقوق الانسان، فهمت حاجه ولا هتيجي تقول لي مالها حقوق الانسان؟ يبقى انت كده لسه ما وصلتش الخبر. يبقى ان حقوق الانسان، الانسان دي مضاف اليه لان عرفتني اني حقوق اللي بنتكلم عنها، تمام؟ يبقى الانسان مضاف اليه مجرور علامه جره الكسره. لما تيجي تسال فين بقى خبر ان، اقول لك ان حقوق الانسان ما لا كل مترابط، هي كلمه كل دي، تمام كده؟ طيب لا يمكن، ادي كده الجملة الواحدة، ان يتجزأ، ان يتجزأ جملة. طب ان وراها يتجزأ، يتجزأ ده اسم ولا فعل ولا حرف؟ يتجزأ ده فعل، زمنه ايه؟ مضارع، ومسبوق بايه؟ ان. طب لما الاقي فعل مضارع قبل منه ان، انا عندي حروف بتجزم وحروف بتنصب، ان ده من الحروف الجازمة ولا الناصبة؟ على الرجع حروف نصب الفعل المضارع كده، أن ولام وكي وحتى ولام التعليل، أن. يبقى الفعل المضارع يتجزأ، يتجزأ ده فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتح، وأن حمايتها هي المهمة الأولى، أن حمايتها هي المهمة الأولى. أدي كده جملة، عندي جملة إيه؟ اسمية، عشان في حمايتها مسبوقة بأن، يبقى أن دي حرف ناسخ عايز له اسمه خبر. طيب أن ده الحرف الناسخ، فين اسمه؟ حمايتها. طب أن حمايتها مالها؟ ما أنا بسأل مالها عشان أوصل للخبر. أن حمايتها مالها؟ هي المهمة. يبقى خبر أن هنا هي المهمة، جملة كاملة، هي المهمة دي خبر لأن، نوع جملة، جملة إيه؟ جملة إسمية. طب الجملة الإسمية بتتكون من إيه؟ من مبتدأ وخبر. فين المبتدأ؟ الضمير المنفصل هي. فين الخبر؟ كلمة المهمة. يبقى المهمة إعرابها إيه؟ خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. خبر لمين يا مستر؟ خبر لهي، خبر لهي اللي هي المبتدأ، مش خبر لأن، إنما خبر أن هنا هي المهمة على بعضيها. يبقى المهمة خبر مرفوع علامة رفعه الضمة.
بعد كده بيقول لي استخرج من الفقره اسما معربا واخر مبنيا. اما يقول لك علشان بالرغم من سهوله السؤال ده الا ان للاسف الشديد فيه ناس كتير بتلخبط او بتقع فيه. هو عايز اسم معرب، يعني طلع اي اسم ما يكونش من الاسماء المبنيه ولا يكون اسم اشاره ولا اسم موصول ولا اسم استفهام ولا اسم شرط ولا الظروف المبنيه اللي احنا عارفينها. يبقى طلع اي اسم عادي، عندك كلمه الوثيق والختامية وكلمة حقوق والإنسان وكل ومترابط وحمايتها والمهمة والأولى والمقدسة والمجتمع والدولية وبأكمله وتأكيد وحقوق والإنسان وكل والمجتمعات والوثيقة والعلاقة والقوية وبين والديمقراطية والتنمية، كل دي أسماء مبنية معربة. طب عايز اسم مبني؟ ده هنا بقى القليل مش الكتير، الكتير او الاصل في الاسماء الاعراب، فانا هدور على القليل بقى. ابتدي ادور، اكدت الوثيقه الختاميه ان حقوق الانسان كله مترابط لا يمكن ان يتجزا وينفصل، وان حمايتها، هاء الغايبه المتصله بكلمه حمايتها اهو ضمير، بس ضمير مبني، هي ضمير منفصل مبني برضه. تمام؟ المهمه الاولى والمقدسه للمجتمع الدولي باكمله، اهي الغايبه ضمير متصل مبني. تمام كده؟ مفيش كده اي اسماء مبنيه ثانيه في القطعه غير الاثنين او الثلاثه دول. عايز فعل مضارع من الفقره، عند حضرتك كلمه يمكن، عندك كلمه يتجزا ينفصم، عندك كلمه هم دول بس الايه؟ المعرب المضارع. عايز فعل صحيح وفعل معتل، يلا كده رجعني لسنه اولى. بصوا يا حضرات، لما اجي ادور على فعل صحيح او فعل معتل بدور على زمن الماضي، ارجع لاي فعل زمن الماضي واشيل منه اي حروف زياده اللي هم هناء وتسليم واي ضمير متصل واشوفه بقى هو في حرف عله ولا لا. اكدت دي هي ماضي اصلا، شيل التانيث دي بقت اكد همزه وكاف ودال فيهم حروف عله، دي همزه مش الف خلي بالنا كده ما فيش، يبقى ده فعل صحيح، يبقى اكدت صحيح. خلينا نشوف كل الافعال اللي موجوده انواعها ايه. عندي كلمه يمكن، الماضي بتاعها ايه؟ امكن، ده اربع حروف، يا ترى في حرف زياده؟ الهمزه، يبقى مكن، الميم والكاف والنون فيهم حروف عله؟ لا، يبقى ده فعل ايه؟ صحيح. طب يتجزا، الماضي بتاعه تجزا في حروف زياده؟ ايوه، التاء والتضعيف اللي على الزاي، يعني اشيل التاء يبقى جزأ وشيل التضعيف بقت جزأ، جزأ جيم وزاي وهمزة مفيهاش حروف علة يبقى صحيح. ينفصم، الماضي بتاعها انفصم في حروف زيادة؟ أيوة، الألف والنون يبقى الفعل فصام مفيهوش حروف علة يبقى صحيح. عندي كلمة مالت، شيل التاء بتاعت التأنيث دي يتبقى مالة، مالة ده فعل ماضي أهو، ميم وألف ولام، هي دي، ده فعل معتل عشان فيه ايه؟ ألف في النص. أبرزت، شيل الزيادة التاء بقت أبرز في زيادة؟ الهمزة، يبقى برز، برز في حروف علة؟ لا، يبقى فعل ايه؟ صحيح. كده احنا شفنا الأنواع كلها. عايز من الفقرة نعتا وعربه، حلو ده، النعت ده يا كلمتين نكرة ورا بعض، الثانية تكون بتوصف الأولى، يا كلمتين معرفة ورا بعض، برضه الثانية تكون بتوصف الأولى. عند سعادتك كلمة الوثيقة الختامية، الختامية وصفت الوثيقة والاثنين معرفة، تبقى نعت مرفوع علامة رفعه الضم. تمام؟ عند حضرتك كلمة الأولى هي المهمة، الأولى معرفة ومعرفة، والثانية بتوصف الأولى تبقى نعت مرفوع برضه علامة رفعه الضم. للمجتمع الدولي، المجتمع الدولي، الدولي معرفة وكلمة مجتمع معرفة والثانية بتوصف الأولى، يبقى ده نعت بس هنا مجرور علامة جره الكسرة. تمام؟ أبرزت الوثيقة العلاقة القوية، القوية نعت أهي، وصفت اللي قبليها معرفة ومعرفة ووصفت اللي قبليها، يبقى نعت وهنا هتبقى منصوب ونخلص به الفتحة. بعد كده بيقول لي أجب بالمطلوب بين القوسين، يتق الله ينال رضاه، اربط بين الجملتين بأداة شرط جازمة، أدوات الشرط الجازمة إن ومن وما ومتى وأين وأينما وكيفما ومهما وحيثما وأيان وأنا وأي. هنا الأحسن إيه؟ من، هقول إيه؟ من يتقي من غير اليه عشان أبقى مجزوم عليهم جزم حذف حرف العلة، يبقى من يتقي الله
ينال رضاه. تمام كده؟ طيب، ما حضر محمد امس، ما تقدمه من خير يرد اليك، سيحاسبك الله على ما انت فاعله. نوع ما، ما حضر محمد امس ده حرف نفي، هنا حرف نفي. ما تقدمه من خير يرد اليك، هنا ما عباره عن اسم شرط. سيحاسبك الله على ما انت فاعله، ما هنا اسم موصول. رقم ثلاثة، هذا هو الرجل المخلص في عمله. اجعل الجملة لغير الواحد، غير الواحد يعني عايزها مثنى وعايزها جمع. يبقى هذان هما الرجلان المخلصان في عملهما، وهؤلاء هم الرجال المخلصون في عملهم. تمام كده حضرات؟ طيب، ننتقل بعد كده إلى التدريبات الخاصة بالمعرب المبني من الأفعال. بين علامة بني الفعل في الجمل الآتية: والله لأخدمن وطني. فين الفعل هنا؟ لأخدمن. إيه ده؟ ده فعل إيه؟ زمنه إيه ده؟ فعل مضارع. فعل إيه؟ مضارع. لأخدمن فعل مضارع أهو. ماله بقى؟ هنا مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد في أسلوب القسم. بعد كده عند حضرتك الممرضات يقمن بالواجب. الممرضات يقمن بالواجب. طيب، يقمن هنا الفعل بتاعي فعل مضارع، بس المرة دي متصل بنون النسوة، فيبقى فعل مضارع متصل بنون النسوة، يبقى مبني على السكون. بعد كده السؤال التاني بيقول لي: حدد فعل الأمر وعلامة بنائه فيما يلي. اسعى في الخير. اسعى هنا فعل أمر، احنا متفقين ان الأمر يبنى على ما يجزم به مضارع. طب ده كان في المضارع يسعى، لو جزمته هيبقى مجزوم عن جزم حذف حرف العلة، يبقى اسعى هنا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. بعد كده ذاكروا دروسكم بجد. ذاكروا ده فعل أمر، والأمر بيبنى على ما يجزم به مضارعه. جميل، يبقى المضارع بتاعه يذاكرون، لو جزمته هيبقى لم يذاكروا، هيبقى فعل مضارع مجزوم عن الجزم حذف النون لانه من الافعال الخمسه اتصالي بواو الجماعه، يبقى ده فعل امر مبني على حذف النون. ازرع الخير تحصد خيرا. ازرع الخير تحصد خيرا. ازرع فعل امر، لو كان مضارع مجزوم كان لم يزرع، هيبقى فعل مضارع مجزوم عن جزم السكون، يبقى ازرع هنا فعل امر مبني على السكون. ساعدنا أمهاتكم. ساعدنا أمهاتكم، يبقى هنا فعل أمر مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، لأن المضارع بتاعي لو اتصل بنون النسوة هيبقى مبني على السكون، فما بالك لما يبقى ماضي متصل أمر آسف متصل بنون النسوة. يبقى ساعدنا ده فعل أمر مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. أطعمي الفقراء في رمضان. أطعمي لو المضارع بتاعه تطعمين، لو جزمته هيبقى لم تطعمي، بقى فعل مضارع مجزوم بلام وعلم جزم حذف النون لان الافعال خمسه او الاتصالي بياء المخاطبه. هنا ده برضه فعل امر مبني على حذف النون لاتصاله بياء المخاطبه. رقم ثلاثه، حدد الفعل الماضي وعلامه بنائه فيما ياتي. انا يمكن قلت لكم واحنا في الفيديو بتاع الشرح اسهل طريقه تعرف فيها بناء الفعل الماضي انك تحدد اول حاجه ايه الحروف الاصليه بتاعت الفعل الماضي ده، واخر حرف من الحروف الاصليه ايه، وانت بتنطقه انطقه بالراحه كده وشوف نطقت اخر حرف ايه. يعني الطريقه اللي بقولها دي طريقه بسيطه جدا، اسهل من طريقه الحفظ انك تحفظ لو اتصل بيه ايه يبقى مبني على ايه، ولو ما اتصلش بيه ايه. فهو الماضي ممكن تبنيه على ما تنطق به، بس بشرط انك تكون تعرف تقرا صح اصلا. يعني هنا نجح المجتهد، فين الفعل الماضي؟ نجح. تعالى كده اخر حرف عندي الحاء، يا ترى في اي ضمير متصل بعد كده؟ لا. طب نجح حاء، اهي الحاء مفتوح، فعل ماضي مبني على الفتح. طب الاولاد خرجوا الى الشارع. خرجوا فعل ماضي اخره ايه؟ هيقول لك الف. لا، الفعل ده اخره جيم، هو اتصل بيه واو جماعه اللي هي الواو والالف دي. طب شوف انت نطقت الجيم ازاي. ها الاولاد، ها خرجوا جو اهي مضمومه، يبقى ده فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعه. بعد كده المتسابقان تنافسا على الجائزه، فعل ماضي مبني على ايه؟ اخر حرف فيه ايه؟ لا يا حبيبي مش الالف،
الف ده الف الاثنين ده ضمير اخر حرف في الفعل السين. شوف انت نطقته ازاي. ها المتسابقان ها تنافسا، سا مفتوح يبقى مبني على فتح اتصالي بالف الاثنين. بعد كده الدولة اهتمت بالمتفوقين. طب الدولة اهتمت اخرها ايه؟ هيقول لك الت. لا يا حبيبي الت دي اوعى تفتكر ان التاء دي تاء فاعل. التاء دي هنا تاء تأنيث، دليل على ان الفاعل مؤنث. مفرد مؤنث، يبقى الدولة اهتمت. برضه هنشوف الميم اللي هو اخر حرف نطقته ازاي. ها الدولة اهتم ما اهتمت، ما قلتش اهتمت صح؟ يبقى الميم هنا مبنية على الفتح، يبقى فعل ماضي مبني على الفتح. بعد كده الفتيات ساعدنا أمهاتهن. الفتيات ساعدنا أمهاتهن، الفعل ساعدنا فعل ماضي مبني على إيه؟ واحدة واحدة. الفتيات ساعدنا، ساعد الدال ساكنة، يبقى الفعل الماضي مبني على السكون الاتصالي بنون النسوة. حلوة قوي كده. يبقى أنا ممكن أستنتج إن نون النسوة دي اتصل بفعل ماضي، بفعل مضارع، بفعل أمر، يبقى مبني على السكون. مثال بعد كده، الجنود انتصروا في المعركة. آخر حرف في كلمة انتصروا أو في الفعل انتصروا إيه؟ أيوة كده، الله ينور، صحينا، الراء مش الواو. تمام، طب نطقها إزاي؟ انتصروا مضمومة إيه؟ رو. جميل، يبقى ده فعل ماضي مبني على الضم الاتصالي بواو الجمع. السؤال الرابع بيقول لي حدد الأفعال المعربة والمبنية فيما يلي. يقاتل مضارع، يبقى معرب وانت مغمض طالما في لا متصل به نون نسوه ولا نون توكيد. شرح ماضي مبني. نحتفل مضارع معرب. يبس المقلب، المقلب الناس اللي بتاخدها بالشبه، مش اي فعل اوله ياء او تاء يبقى فعل ماضي. ها يبقى اسف فعل مضارع، عندي يبس اهو فعل ماضي يبقى مبني. امضى ماضي مبني. يسر ماضي مبني. عرف ماضي مبني. وقف ماضي مبني. يتذكر مضارع معرب. نساعد مضارع معرب. زار ماضي مبني. نسي ماضي مبني. تجتهد مضارع معرب. يعاون، النون دي من اصل الفعل. ها يعاون مضارع معرب. انتصر ماضي مبني. افترق ماضي مبني. يئس ماضي مبني. تنمر ماضي مبني. تعاون ماضي مبني. اكتب اكتب، اولا هو حطيت لي ضمه على البيه، ده معناه ان هو فعل معرب يعني مضارع. ده غير ان اصلا دي مش فعل امر، دي مش اكتب، دي اكتب اللي عرفها لي الهمزه اخوانها. دي لو امر يبقى بتتكتب بالف وصل، فده طالما همزه قطع يبقى همزه مضارعه، يبقى ده فعل مضارع معرب. ندخل لاخر سؤال معانا النهارده، اقرا ثم اجب. لكن هذا البطل المصري لم تخدعه هذه الألفاظ البراقة وأبى أن يترك بلاده فريسة لهذا الأجنبي الغاصب. أبى أن يلقي سلاحه من يده وعاد يكافح على رأس بقية من الأحرار والمجاهدين حتى قبض عليه رجال نابليون وأرسلوه للقاهرة لمحاكمته. أول حاجة الإعراب، زي ما اتفقنا قبل كده حضرات، أي قطعة أنت شايفها أنها كبيرة قسمها لجمل صغيرة هتعرف تتعامل معاها وتحل كل حاجة فيها. لكن هذا البطل المصري لم تخدعه هذه الألفاظ البراقة. شكرا، ده كده جملة. طب الجملة دي جملة اسمية ولا فعلية؟ لا دي جملة اسمية وبدأت بناسخ كمان اللي هو لكن، يبقى أنا عايز الحرف الناسخ واسمه خبره. طب الحرف الناسخ لكن اسمه فين؟ هذا.
مستر عبد الله كده الوضع كده مزري قوي، ما ينفعش كده، انا شغال وشغل نص ساعة بحالها راح وما تسيفش بسبب حركة زي دي كده كتير قوي. هذا هنا اسم إشارة مبني في محل نصب اسم، لكن لم تخدعه هذه الألفاظ البراقة وأبى أن يترك بلاده فريسة لهذا الأجنبي الغاصب، أبى أن يلقي سلاحه من يده وعاد يكافح على رأس بقية من الأحرار. طبعا كلمة بلاده، يترك بلاده، يترك هو فعل ضمير مستتر تقديره هو بلاده، يبقى دي مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه. كلمه الاحرار اعربها اسم مجرور بمن وعلامه جره الكسر. قبض عليه رجال نابليون، مين اللي قبض؟ مين اللي قبض؟ ده كده فعل اهو، مين اللي قبض؟ رجال، يبقى رجال هنا فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضم. وارسلوه، ارسلوه دي جمله كامله، خلي بالكم، ارسل فعل ماض مبني على، ها ركز كده، ارسلوا انما ايه؟ مضمونه، يبقى فعل ماض مبني على الضم الاتصالي بواو الجماعه، يبقى واو الجماعه ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، وهاء الغيبه ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. بعد كده بيقول لي استخرج من الفقره حالا نعتا، عندي كلمه المصري وعندي كلمه البراقه، تمام؟ إن دي كلمة إيه؟ معرفة بعد كلمة معرفة وبتوصفها، تمام؟ وعندي كلمة الغاصب، وعندي بس مفيش غير دول، تمام؟ عايز حال بقى، مفيش غير كلمة فريسة، أبى يعني رفض أن يترك بلاده فريسة، دي حال منصوبة هنا بالفتح. عايز اسم معرب، بطلع أي اسم زي ما اتفقنا قبل كده في التدريب اللي فات. اسم معرب عندك كلمة البطل، كلمة المصري، كلمة الألفاظ، كلمة البراكة، البراقة، كلمة بلاده، فريسة، الأجنبي، الغاصب، سلاحه، يده، رأس وبقية والأحرار والمجاهدين ورجال ونابليون وللقاهرة ومحاكمة، كل دي أسماء معرب. أي اسم مبني، عندي هذا اسم إشارة، عندي هذه اسم إشارة، عندي هاء الغيبة في كلمة تخدعه ضمير، عندي هاء الغيبة في كلمة بلاده ضمير. طيب عايز فعل معرب، أول ما يقول لي عايز فعل معرب وأنت مغمض بتدور على فعل مضارع، ولا في نون نسوة ولا في نون توكيد، زي تخدعه، يترك، يلقي. عايز فعل مبني، دور بقى على ماضي، على أم، عند حضرتك أبا فعل ماضي أهو، عندك الفعل ايه؟ عاد فعل ماضي، قبض فعل ماضي، ارسلوه فعل ماضي، كل الافعال مبنيه. رقم جيم، اجب بما هو مطلوب بين القوسين، يشهد الانسان بقدره الله، اجعل الفعل مبنيا على الفتح مره وعلى السكون مره. اول ما يقول لك عايزه مبني على الفتح قدامي حاجه من ثلاث حاجات، يا اما احط لام الامر على الفعل يشهد واكده عادي جدا بدون التوكيد، يا اما احط لا هي واحط نون التوكيد فيها، يا اما احط اسلوب قسم. يعني ايه؟ يعني يا اما اقول والله لا يشهدن الانسان بقدره الله، او اقول لا يشهدن الانسان بقدره الله لم الامر، او لا يشهدن الانسان الا بقدره الله، عشان المعنى يبقى مظبوط، بس يبقى في اسلوب نهي واسلوب الامر بلام الامر مع فعل مضارع واسلوب القصر. طب عايزه يبقى مبني على السكون، يبقى هحط كده
مبتدا عباره عن جمع مؤنث سالم وحط وراه الفعل في نون النسوه، يبقى مثلا ايه؟ النساء تشهدن بقدره الله، النساء من الانسان تشهدن بقدره الله. طيب سؤال تاني، بحث العلماء عن مصادر اخرى للطاقه، حول الجمله دي الى جمله اسميه وبين علامه بناء الفعل مع السبب. يبقى العلماء بحثوا، حطيت لها واو جماعه، يبقى الفعل بتاعي بحثوا مبني على الضم الاتصالي بالواو الجماعه. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اعراب الافعال: تنالوا فعل مضارع منصوب بلن وعلامه تصبيه حذف النون لان الفعل خمسه، تنفقوا فعل مضارع منصوب بحتى وعلامه تصبيه حذف النون لانه من الافعال الخمسه، تحبون فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه وثبوت النون لانه من الافعال الخمسه. وبكده يبقى وصلنا لنهايه الحصه بتاعتنا، شكرا ليكم على اللقاء يوم الخميس المقبل باذن الله.